السلام عليكم. اليوم ان شاء الله عندنا كانون 800 دي. كانون 800 دي هي واحد الكاميرا اللي مزيانه اللي فيها بزاف المواصفات اللي يعجبوا الناس. بالنسبه لكانون 800 دي، اول حاجه كنشوفوا فيها ان ليكرون ديالها كتجي روتاتيف تاكتيل. لي بورت اللي فيها كتلقى فيها البورت اتش دي ام ال اتش دي ام ال افي اوت، الان فيها الميكرون بورت ديال التيليكوموند. الكاميرا راه فيها الان اف سي وفيها الواي فاي. بالنسبه للكاميرا كتجينا بليكرون تاكتيل، كتجي على هذا الديزاين. راه عندها جوج سميات، عندها ثلاثه سميات. عندنا دو فيرسيون ديال 800 دي، مي وحده ديال امريكا وحده اللي كتجي لاوروب. بالنسبه ل 800 دي وكاينه الاخرى اللي هي الكيس اكس 9 اي، هي حتى هي راه كانون 800 دي. بالنسبه لكانون 800 دي كيجيو معاهم لوبجيكتيف ستوندار. بغيتي تاخذوا بواتي اللي بغيتي ستوندار اللي كيكون فيه ستابيليزاسيون ايماج. الكاميرا كتجي على هذا الشكل، ديزاين سهله في الاستخدام ديالها بزاف. المنفذ ديال لاكارت ميموار كيجي في هذه الكاميرا، كيجي فيها في الجنب كتلقى المنفذ ديال لاكارت ميموار ديال الكاميرا. بالنسبه للكاميرا راه مزيانه، الشده ديالها هي جات من الحجم المتوسط تقريبا. الشده ديالها مزيانه وفيها مواصفات اللي هما مزيانين. هذه تقدر دير بها لا فوتو ودير بها لا فيديو. بالنسبه للكاميرا خرجت في 2017 اللي هي كانون 800 دي، راه خرجت في 2017. هي كاميرا اللي كتجينا بواحد الكرو فريم اب اس سي سنسور. بالنسبه لي زوبجيكتيف ديالها الاو اف مونت، بالنسبه لك تخدم فول فريم والكرو فريم. الكاميرا كتجينا كما قلنا بالسنسور كرو فريم، فيها بروسيسور اللي هو تي جي 7. كتجينا ب 24 ميجا بيكسل، 24 ميجا بيكسل اللي هي مزيانه في هاد الكاميرا. كاميرا كتعطينا في الرافال 1 على 4000، اللي كيعطينا 6 صور في الثانيه. بالنسبه للناس اللي كيصوروا كيديروا التصوير كتلقى ان الكاميرا فيها 6 ديال التصاور في الثانيه بالنسبه للرافال ديال هاد الكاميرا. والديزاين ديالها زوين، كوفراج مزيان، الايزو كيطلع فيها من 100 حتى 51100 الماكسيموم. كاميرا كتصوري فلاش تي 1080 ب60 اطار في الثانيه. فيها الاوتو فوكس فاز ديريكت اف اللي كيعطينا فوكس اللي هو مزيان. بالنسبه للسايز ديال ليكرون ديالها 3 انش، ليكرون كتعطينا كتبين لينا كاليتي مزيانه بالنسبه لداكشي اللي كنصورو. الكاميرا الكوفراج ديالها 95%، كاميرا اللي مخدومه مزيان. الباتري كتخدم لينا ال بي او 17 اللي كيعطينا 600 شوت. بالنسبه لهاد الكاميرا كيعطينا 600 شوت ال بي او 17. كاميرا خفيفه ما ثقيلاش بزاف، البوان ديالها مناسب بزاف للناس كيديروا لا فوتو لا فيديو. كتلقى ان فيها بوان ديال 532 غرام، بوان اللي مزيان ومعقول بالنسبه لهاد الكاميرا ديال دي اس ال ار اللي ماشي لون تري دو غام. هادو الكاميرا ديال 800 كيكونوا لون تري دو غام، واللي كيكون فيهم 4000 دير بعض الارقام، هادو كيكونوا بروفيسيونيل على لون تري دو غام. بالنسبه لك وكتلقى فيهم جوده الالوان، جوده ديال المواصفات اللي هي مزيانه، وكيعطيوك دي زوبسيون اللي كتقدر تطور من الكاليتي ديالك في هاد الكاميرات الا كيتعتبروا احسن الكاميرات اللي كتقدر تاخد. كاميرا راه فيها الواي فاي، فيها الان اف سي. الثمن ديالها 5800 درهم. بغيتيها بواتي راه كتحيد لك الثمن ديال لوبجيكتيف. بغيتها بالكيت لانس ديالها اللي هو ستوندار راه 5200. كاميرا زوينه وليطا راه كتكون عندنا في حل جديد. لا جي تي ما تفرقش ليطا عندنا بين ديال 800 بين جديد او لوكازيون، مرحبا بكم. بالنسبه للمحل ديالنا قنيطرة لا فيلوت لا بي بلونش، المحل رقم 8. مرحبا باي واحد باشي كاميرا بغى شي حاجه يتواصل معنا ياخذ باحسن ثمن واحسن كارونتي. مرحبا بكم ونهاركم بروك ان شاء الله.